هسألك وهرجع تاني للكابتن خالد. الزمالك، ترجي، صفاقسي، فاقسطيف، مازيمبي، فيتا كلوب، اهلي بنغازي، الهلال. ماشي، قول لي عايز مجموعتك تبقى مين. ممكن يكون في اربع فرق عرب. قول لي زمالك ولا لا، قول لي يس اور نو. الزمالك عايز يبقى معاك المجموعه. الترجي عايز يبقى معاك في المجموعه. ده انت سئيل قوي. ما انا عاوز اقول لك المجموعه بتاعتي. طب قول لي مجموعتك وخلص. طيب ريحني بسرعه، قول يلا. طب قول بسرعه. الزمالك، الترجي، الاهلي بنغازي، وفاقس دي. ليه؟ عايز كده بجد؟ لا انا بقى لا لا، لان هو محتاج يندم على اللي عمله في النادي الاهلي. دي مجموعه النادي صعبه. حسيت ان مفر. لا مفر يعني. برافو عليك، برافو عليك. انت خلاص دخلت المضمار، لازم هتجري للاخر. في ثلاث فرق اخويا لازم تكون لازم هتجري للاخر.